سعيد بالزيارة لقمنا بيها النهاردة لهذا المركز مسكير. الحقيقة أنا يعني رأيت مركز متطور يقوم بدور مهم في مسألة البحوث والتطوير. أنا كمان سعدت أكتر أن شفت أن في مشروع تعاون مصري مغربي في هذا المجال. أنا طبعا بالتأكيد أعرف أن هناك عدة مشروعات في عدة مجالات، ولكن من بينها في البحوث في يعني في مجالات كثيرة. أتمنى طبعا أنه هذا التعاون المشترك في مجال خاصة في مجال البحوث والتطوير يكون مستمرا، لأنه أنا دائما أرى أن مصر والمغرب دولتين كبرتين في القارة الأفريقية لهما دور كبير في تطوير القارة. القارة تعاني من مشاكل كثيرة، وبالتأكيد أننا لن نعتمد أو كل دول الأفريقية والقارة لن تعتمد على فقط أوروبا والدول الغربية، ولكن يجب أن نعتمد على أبناء القارة الأفريقية. أكثر أبناء القارة الأفريقية هم تأهيلا في هذا المجال هم مصر والمغرب، وبالتالي التعاون بينهم يكون مهم جدا. يعني أتمنى طبعا شفت مركز على مستوى عالي، وأتمنى له التوفيق والنجاح كعهدنا دائما بالمغرب، ونتمنى يعني التوفيق والنجاح للشعب المغربي دائما، وأؤكد دائما على متانة العلاقات بين الشعبين والدولتين.